welcome. Welcome to all who have come to this session. Could please join us and find a seat. This breakout session is entitled Interreligious Cooperation, Religious Freedom, and Social Stability. My name is Shon Hopkin. I'll be moderating this session. I am a professor of religious education here at Brigham Young University with experience in interfaith dialogue in various settings. It is my session, and الاسئله. He's speaking English. At the end of the three. Yeah. Keep going. بعد ذلك سيكون عندنا حوالي 10 إلى 15 دقيقة للتعريف. نعرف بحضرة الشيخ ونعرف أيضا بالأب حداد والأب فريبلا المسؤول عن مركز التعاون الديني. سأعرف بالسيد يحيى البطوش المفتي الأعظم وإذا فتحتم صفحة 20 تتعلمون أكثر عن السيد يحيى قاعد يعرفوا باسم حضرتك الآن إلهم وكونك أنت المفتي الأعلى بالأردن نعرفه لكم وسنعطيه الوقت حتى يعطينا ما عنده. In the name of God. هذه تحية الإسلام ومعناها أني أعطيكم الأمن والأمان والابتسامة في الإسلام صدقة سأبتسم لكم لأنكم أصحابي وأحبابي في هذه الجلسة المباركة لقول الرسول الكريم تبسمك في وجه أخيك صدقة أشكر شكرا جزيلا جامعة بي آي يو والمركز القانوني وكل من قام بالخدمة التطوعية لإنجاح هذه المؤتمرات العلمية والأكاديمية وسررنا كثيرا عندما قدمنا من الأردن لحضور هذا المؤتمر ونتمنى أن يتواصل الدعوات في المستقبل هنا رسالة عمان قدمت إليكم لوضحها تبين التسامح الديني والتعايش في الأردن الأردن كما تعلمون بلد متميز وعريق وموطن الإنسان الأول كما هو ظاهر أمامكم على الشريحة باختصار ونظراً لعدد الشرائح أختصر الكلام فيها إذن الأردن بلد الحضارات التاريخية ومجمع الديانات السماوية نحن في الأردن نفخر بقيادة هاشمية تأتي وتنتسب لمحمد صلى الله عليه وسلم وتحمل الفكر الإسلامي النقي
الذي يمثل جوهر الإسلام. قبلها الرسالة، رسالة عمان هذه أهدافها مقاومة الغلو والتطرف كما هي ظاهر في النقاط الخمسة أمامكم. رسالة عمان رسالة الفكر التي تحارب الإرهاب والتطرف، خاصة أن في عام 2004 انطلقت هذه الرسالة واجتمع على إقرارها 500 من علماء العالم الإسلامي، وما زالت الدورات مستمرة لهذه. الإسلام معناه الاستسلام في كل ما يأمرنا به أو ينهانا عنه، وهي دعوة الأنبياء جميعا. الإسلام هو امتداد للرسالات في مادبة سيتي اوف جوردن، مادبة مسجد اسمه مسجد المسيح، وأنا المتحدث اسم أمي مريم واسمي يحيى، ونحب أسماء الأنبياء قاطبة. هذا هو مسجد المسيح في مادبة. يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هذه آية في سورة الحج من القرآن الكريم. لا نفرق بين أحد من رسله، جميع الأنبياء سواسية في المحبة. الإسلام دين يقوم على الرحمة. نحن في هذا العصر نحتاج إلى الرحمة لطغيان الناحية المادية على القيم الروحية. الرسول يقول: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. السلام العالمي هدف من أهداف الإسلام. نحب السلام، يجب علينا نصنع السلام، وهذا الاجتماع المبارك هو من ثمار السلام في اعتقادي. حتى في الحرب: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هذه آية في القرآن. إذا أراد الطرف الآخر السلام فعلينا أن نحبه. الإسلام عالمي، والأصل في الإسلام في العلاقة مع الناس السلام. هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هذه أصل نحن عندنا المسلمين، أن تكون علاقتنا مع غير المسلمين علاقة السلام والمحبة والوئام. وأنا جئت مع الفاذر نبيل حداد صديقي، وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة: السلام للجنس البشري. ولقد كرمنا بني آدم، كل من هو يمشي على الأرض من البشر مكرم عند الله. الميزة العظمى للإنسان أنه نفخة من روح الله. الآية واضحة: إذ قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أعتقد مضمون الآية واضح لديكم. الناس سواسية متساوون أمام الله في الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم. الإسلام يقر بتنويع واختلاف الناس وحرياتهم في دينهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أي أن الاختلاف سنة إلهية، أراد الله أن نكون مختلفين. والآية: لا إكراه في الدين لكم دينكم ولي دين. الناس أمام الله متساوون، أتقاهم وأنفعهم للناس هم خير الناس. يجب علينا أن نحب الخير للناس. يا أيها الناس، هذه الآية أمامكم هي أصل عظيم في ديننا: خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقرب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب أن أقول حديث إضافي: الناس عيال الله، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. الإسلام يحرم قتل الأبرياء والأطفال
والنساء والرهبان. أمامكم ظاهر هذا الكلام، لا يجوز الاعتداء على حياة الناس ولا كرامة الناس. الإنسان أساس الحضارة، هذه وصايا أمامكم في ديننا للجيوش: لا تقتلوا امرأة، don't kill women، young كبير، لا تقطعوا شجرة، cut trees، ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا. هذه العلاقات الدولية بالسلم والحرب. الإسلام يدعو لاحترام المواثيق العهود، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. عهود الناس مواثيق القانون. وهذه الندوة والمحاضرة والمؤتمر بين الدين والقانون، هذا شيء عظيم. يجب أن نفهم أن قانون الله مقدم على قانون البشر. Thank you for your attention. هذه بعض الصور، لقطات في عمان في الأردن للتعايش الديني، أفغانستان. هذا هو كينج عبد الله، شوي شوي على الصور. هذه مظاهر وهو يحاول يصافح أفغان جاءوا من أفغانستان. هذه قوات حفظ السلام، الجيش الأردني، جوردان آرمي في أفغانستان، باكستان، وهو يقدم المساعدة. هذه موسك أند تشيرش بسايد بين أونلي وان ستريت. هذا فاذر حداد، ماي فريند هير أولويز ويز أس، أند دايركتور إفتاء إن جوردان آرمي أولويز بسايد مي. This is هذا مسجد الملك عبد الله، كينج عبد الله موسك اند تشيرش ان عمان كابيتال في جوردن. هذا هو الوئام الديني. أدنتم وئام الديني شو معنى؟ احد المؤتمرات في الوئام الديني. هذه دايركتور اوف جاف جوردينيان، هذا هو رئيس اركان القوات المسلحه والقيادة العامة، تحتفل بالوئام الديني واستقبال الأفغان في الوئام الديني. Thank you for listening. أشكر مرة أخرى المركز القانوني في الجامعة والجامعة BMI وعلى هذا المؤتمر الطيب، وأترك المجال لإخواني حتى لا أكون يعني أخذت وقت مش إلي أو ليس لي. شكرا لكم جميعا. نشكر جناب المفتي على تصريحاته والآن سنعطي المجال للأستاذ. إذا ذهبنا للصفحة 20، الأب بعال ربى وعاش مع جماعات إسلامية أيضا وأخوانه يراهم، ففي عام 2009 ذهب لدراسة الحوار الديني الداخلي في روما. هذا جزء من حياته وخدمته اللاهوتية، نتطلع للسماع منه الآن. Thank you.
I'm not sure. معرفة الناس الآخرين والثقافات الأخرى هو شيء جيد لنا، يساعدنا على النمو. ولماذا يحدث هذا؟ لأنه إذا حجزنا أنفسنا بمنطقة معينة فقط لا يمكن التطور ثقافيا، ولكن إذا طلبنا معرفة الناس الآخرين والثقافات الأخرى وطرق أخرى بالتفكير سيساعدنا على الخروج والبدء بطرق جديدة بالتعامل مع الناس، ويساعدنا على الحصول على حوار. إذن الحوار هو دليل على النمو ودليل على عقلانية، لأنك ستواجه ديانات ومجموعات بالطرق الصحيحة حتى ننمو مع بعض. هذا هو الدليل السلام، هذا هو طريق السلام، هو الطريق الذي سيؤدي إلى الحوار الشامل. البابا فرانسيس قال عام 2013 في مدرسة في اليابان عندما استقبلوه بزيارته، في عصرنا هذا ما يهمنا هو الحوار. لو ذاكرتي تخدمني فعلا لم يكن عندنا فرصة سابقة للحوار، ولكن الآن نملكها. كنت طفلا صغيرا عندما بدأت فكرة توضيح العلاقات الكاثوليكية مع غيرها. في حياتي وأنا صغير عندما بدأت في مدرسة كاثوليكية اعتقدت أني محمي من كثير من الديانات المسيحية الأخرى ومن الدين الإسلامي، لأني اعتقدت نفسي أني محمي بالكنيسة الكاثوليكية والمدرسة الكاثوليكية. لكن للأسف لم أكن أفهم وأنا صغير ما هو الفائدة من الثقافات الأخرى. نعم لقد كنت متطرفا بأفكاري بعض الأحيان أو أعطي أحكام قبل أن أعرف أي شيء، وكل ما نعرفه هو القال والقيل فقط عن بقيتهم. وللأسف كبرنا بالعمر ونحن نسمع هذه الأشياء. عندما دخلت المعهد الديني عندما كبرت بدأت أفهم أهمية وجود حوار ديني لحتى ننمو مع بعض كشعوب وكمؤمنين. بعد ذلك بدأت بكتاباتي الخاصة حول العلاقات الكاثوليكية مع المسلمين بالفلسفة وبالاتصالات ومن خلال التغيرات الإسلامية بوجود جماعات متطرفة. وعرفنا أنه الحلقة الجديدة من العلاقات الإسلامية المسيحية ستبدأ من خلال الحوار، فالحوار هو ضروري لفهم الإسلام والمسلمين. من خلال هذه السنوات من التأمل والتعامل مع الناس والتعلم اكتشفت أني جاهل في الحوار وجاهل في دين الآخر، حتى في الكنيسة الأرثوذكسية والتي هي أقرب كنيسة للكاثوليكية فوجدت نفسي بعيدا عن فهمها. أول مؤتمر حضرته في فرنسا عام 2011 تعلمت أن كان هناك 80 عضوا من الحاضرين وكانوا كاثوليكيين. وضح المسؤول الأعلى اللي كان هناك وهو غير كاثوليكي ونظر لي وقال لنهتم بهذا الكاثوليك الضيف. فشعرت وقتها أني كنت أقلية. اعتقدت أنني لما درست الدين وتعلمت على احترام الآخرين أني تعلمت أني أعرف كثيرا عن الآخرين وأنا متسامح معهم، لكن مثلا لم أكن متسامحا مع جميع البروتستانتيين.
ولكن بعد استعمالي بعد أن أمضيت يوما كاملا مع معهم مع البروتستانت عرفت أنهم ناس جيدين. مثلا لقد عشت في كنيسة تحاول منع وإحاطة أعضائها من تعلم مبادئ كنسية أخرى من كنائس أخرى. وإذن وأنا أفهم كانوا يحاولون حماية أعضاء كنيستهم. عندما بدأت بتدريس في الفلبين المعهد الديني عملت جهدي لأن لا أركز على الأفكار فقط الدينية ولكن التركيز على المسيحيين الآخرين ليس فقط الكاثوليكيين والديانات الأخرى الموجودة لحتى يفهموا أن الناس الآخرين مثلا عندما يرون مسلم بوذي أو مورموني أو أي شخص آخر أنهم هم ناس مثلهم ليسوا أقل أو أكثر. الكنيسة الكاثوليكية كانت واضحة أنه تدريس المعلومات عن ديانات أخرى لا تعارض ولا تقول أي شيء ضد أهلية أو قدسيات الديانات الأخرى. ونحن نلاحظ هناك الكثير الذي نتفق عليه مع الديانات الأخرى بالطرق التي نضع أهدافنا ونتفق على تأملاتنا ونحو النور الإلهي. كنت تحت جمعية تبشيرية لماريا. بمدرستي كانوا طلاب المسلمون بدرسي يخرجون داخل حصة الدين ويذهبون إلى مدرستهم الدينية ثم يرجعون إلى صفهم. وكانوا دائما بمدرستنا يطلبون من المسلمين الصلاة بعد أن يصلوا المسيحيين وكانوا يصلون بالعربية. وهذا ساعدنا على احترام الآخرين واحترام عاداتهم وتقاليدهم ودينهم حتى لو كانوا صائمين وكنا نأكل طعاما مثلا لم يكونوا يأخذونه بشكل شخصي أو يغضبوا لأنه كانوا يعرفون أننا هناك تناغم بداخل الحصة الصفية. ولكن للأسف كان داخل الصف لم يكن هناك خارج الصف هذا الشيء موجود. المجتمع كان فيه تفجير خطف وقتل واغتصاب في مكان مختلفة. أين السلام الذي وجدناه بالصف والاحترام الموجود داخل صفنا؟ لماذا هو فقط موجود داخل المدرسة وحدود المدرسة؟ كثير من القادة الحاليين بالكنيسة الكاثوليكية يتبعون تعاليما جديدة احتراما للقوانين الجديدة لاحترام الآخر. احتفلنا بالخمسين عام الأسبوع الماضي لتأسيس مؤسسات التي تتعامل مع المجموعات الدينية الأخرى وتبني روابط معهم. أتكلم عن بعض المجموعات الدينية الكاثوليكية الموجودة في أمريكا. شعروا بأنه يوجد بعض المشاكل التي يواجهوها في تاريخ الكاثوليكي في أمريكا ومناطق أخرى. في هذه الفترة اضطرت الكنيسة لعمل كثير من التعديلات الحديثة لحتى تتماشى مع الوضع الحالي في العالم. حتى اضطرت أنها تغير بعض القوانين التي وضعت في القرن السادس والسابع الميلادي فسميت بالفترة المسيحية الجديدة. فاحتفلنا بالخمسين سنة لذكرى هذا التجديد والتصليح والإصلاح. وبسبب المدرسة المسيحية التي درست بها فعلا جعلت الكثير من الآراء الجديدة موجودة فيها وبتطبقها. فاحترام المسلمين كان شيئا مهما.
وإذا حتى البطريرك في مدينتنا أخذ على عاتقه احترام ووضع أسس لمؤتمرات للتعايش، وكان الوقت مناسب لدخول العلاقات الاجتماعية إلى مستوى أفضل للحصول على روابط اجتماعية جديدة مع الكنائس الأخرى والمسلمين. في عام 1999 دخلت الكنيسة اللوثرية مع المسلمين والمسيحيين الكاثوليكيين باتفاقية لحرية الأديان هناك والتكلم بشكل صريح، إذ سمح للمسلمين بالصلاة داخل المؤتمر في داخل مناطق الكنيسة، وكنا من أوائل الناس الذين سمحنا بوجود أناس متخصصون بالكنيسة لدراسة الحوار الديني الإسلامي في روما. اليوم استمرينا بهذا الحوار والتعلم الديني كميراث لنتعلم الحفاظ على هذه الروابط مع المسيحيين المختلفين عنا والقادة الآخرين بالعالم من ديانات أخرى. إذن الكاردينال الأعلى ممثل ديني الموجود هناك ابتدأ ظاهرة جديدة، وهي عمل فطور سنوي لكل الموجودين في مؤتمر الديني الأخلاقي السنوي، فأصبح يعمل لهم فطورا مرة بالأسبوع كلما اجتمعوا للجميع ليأكلوا مع بعضهم البعض، ليثبت أننا كلنا نحترم حرية وخليقة الله لكل رجل وامرأة. نحن نؤمن بأنه للجميع الحق أن يعبر عن حرية دينه أمام الجميع. نحن فعلا عندنا ثقة كبيرة بأنه مؤتمرات مثل هذه ستساعد على خدمة الله وخدمة الجار وعلى التواجد مع الآخرين. واستمرنا بنفس موضوع الفطور السنوي عندما يأتون ليجتمعوا قادة من العالم مختلفين مع الكاردينال، وفتح هذا مجال جميل حتى ديانات أخرى مثل البوذية أصبحوا يأتون ويحضرون، فالبوذيين من الهند، بوذيين من اليابان وديانات أخرى، والسفير الدولة الإيرانية أيضا كان مفيدا لنتعرف عليه، وأيضا كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة، كنيسة المورمونية أيضا كانت موجودة على هذا الفطور، وهكذا تعرفنا عليهم وعرفناهم. وإذن شاهدت فيلم تعرف على المورمونيين، وكانت هذه أول مرة يمكن لناس عاديين أن يعرفون المورمونيين بدون حكم مسبق عليهم وبدون فقط التوقع من هم. فإذن هذا ساعدنا بشكل دولي باجتماع البطاركة في جنوب كوريا مع بعضهم البعض ومع غيرهم ليكونوا في نفس المنطقة أيضا بتايلاند ليتعرفوا على غيرهم. إذن كثير من المؤتمرات العالمية دعمت الفلبينيين بهذه الفكرة، دعمتهم بوجود حوار، حتى بعض الحوارات هناك حوار الأسبوع الماضي تم الاهتمام به وإيجاده في منطقة مانيلا وهي العاصمة، وهذا كان فعلا فخر لنا حضور كثير من الناس من العالم ووجودهم هناك والتكلم عن ضرورة وجود حرية دينية واحترام للآخر والتعرف على الآخر ومعرفة دينهم ومعرفة معتقداتهم وإرثهم الحضاري.
بنفس هذا المؤتمر تكلمنا أيضا عن كيف نأخذ خطوات فعلية من أجل السلام وتحقيق العدالة. كثير من الأشياء قد تحدث على بشكل سطحي، وبعض الأحيان قد لا نفهم المشاكل التي قد تكون موجودة داخل حتى عائلاتنا. صديق مسلمة لي قالت عن كيف أنها تعاني من مشاكل مع بنتها، أن كيف أن البنت تذهب إلى مدرسة كاثوليكية وكانت تصلي مع أبوها، والأب هو قائد الصلاة. بعد أن أنهت صلاتها كمسلمة هي صلت صلاة كاثوليكية بعد ذلك، لأنها تذهب لنفس المدرسة الكاثوليكية. لأنها قالت لوالدها: أنا صليت معك بصلاتك الإسلامية ولم تصلي معي بصلاة كاثوليكية. هو قال لها: هذا ممنوع لأنه نحن مسلمين. ولكن البنت بكت لحتى نامت لمدة 6 أو 7 ساعات حتى ذهبت إلى النوم، وكان يشعر بالحزن لأنه لم يعرف ما هو السبب. كيف يشرحه لها بعمر صغير أو 7 سنوات؟ نحن بحاجة للناس لأن يجدوا كيف يمكن أن نعمل حوار ونعمل تعايش بين جميع الناس. في عام 1991 الفاتيكان وضح أن الكنيسة ملتزمة مع الحوار، والحوار لا يعني أنه يجب أن يكون هناك قصة نجاح منه، لكن تحقيق الاحترام وتحقيق المحبة بين الناس، هذا هو النجاح. ونكون تابعين مخلصين للرب يسوع المسيح، وهذا يعد شيئا مهم. نحن بحاجة إلى التبادل الديني، ونحتاج إلى التبادل الإرث الثقافي الموجود عندنا. إذا نستطيع التوقف والاستماع والتركيز والمسامحة، نحن إذا ممكن أن نشهد بأننا قادرين على محبة الآخر. عندما يؤذي الناس بعضهم البعض، وعندما نهتم ونحاول أن يكون عندنا رحمة ومحبة للآخرين، إذن نحن نختبر شعورا إلهيا، ونحن نستمع له ولكلامه. عندما نساعد محتاجا أو شخصا معاني من أمر ما، نحن نمشي بكلام الله. إذن مشاكلنا الحالية يجب أن تتغير بالحب. الحب هو الحل الوحيد بعدة طرق: الخدمة، الصداقة، المحبة. كلنا أعضاء لبعضنا البعض وأجزاء من بعضنا البعض. مهما كنت وبأي دين كنت، هناك أمل من الله، ونأمل أن يعمل فينا هذا الأمل. شكرا لكم. شكرنا للأب بوال. الآن سوف نسمع من الأب نبيل حداد، وهو مدير المجلس الديني في الأردن. إذا تذهب إلى صفحة 20 ستستطيع معرفة كثير من المعلومات عنه. أنا كان لي الشرف أن أتحدث معه ومع المفتي، وكان هذا الشرف كبيرا لي. وأنا لي احترام عميق لتوجههما، وكإنجليزي كأمريكي أتحدث القليل من العربية. أتمنى أن أسمع، أن أستمع له. هو أضاف
الكلمة يعني بكلماته، وأنا أحببت هذا، وأنا سأعطيك تفصيلاتها فيما بعد. الأب حداد تفضل. شكرا يا سيد شان. السلام عليكم. أنا فعلا أتشرف لأكون هنا اليوم. أريد أن أتكلم عن وجودية الإنسان والتعامل مع الغير والتداخل الديني والحرية الدينية والتواجد الاجتماعي. اثنان من المتحدثين تكلموا عن نفس الموضوع، أخي وصديقي المفتي الأعظم وأخي من الفلبين، تكلموا عن التعامل الجيد بين بعضهم البعض والتداخل الاجتماعي. والاحترام الاجتماعي بدأ من دولتي، من الأردن، وبالتأكيد أريد أن أقول للأخ من الفلبين، كنت مع الملك عبد الله الثاني الأردن كعضو، كقاضي، كقاضي للجمعية الدينية الدولية، وأعطينا هدية وجائزة لشخص من الفلبين. أتيت من الأراضي المقدسة من الأردن. تحدث على التعاون بين الدين، بين المسلمين والمسيحيين. لي ولأي أردني آخر هي ليست نظرية، ليست بموضوع جديد. واحد من 2007 تكلمت في ولاية أيوة، سألني أحد الطلاب متى أصبحت مسيحيا؟ أجبته أنا مسيحي منذ 2000 سنة، أنا أصبحت مسيحيا منذ يوم الروح القدس، وهذا استمر واستمر حتى القرن السابع الميلادي. عندما بدأنا التداخل الجديد الديني، عندما وصل الإسلام بمهمته، كنت أعيش مع أخي المفتي ل1400 عام الماضي بمثال فعلي وليس نظري، وأكبر إثبات هو التعايش الديني الموجود في دولتي. تأخذ طرفين من المعادلة، تحتاج إلى طرفين، تحتاج إلى مسيحي ومسلم جيدين. عندما نقول مسلم جيد، عندما أقول مسلم جيد، فكل المسلمين مدعوين من الله ليكونوا مسلمون جيدين، وكذلك كل مسيحي مدعو من الله أن يكون مسيحي جيد. أتيت لكم من الأردن، من منطقة حيث رأينا أن الدين أصبح قناعة لكل الأجندات الإرهابية. أتيت لكم ليس لأتكلم عن الحرية الدينية، رغم أن
أني عضو بالجمعية الملكية لحقوق الإنسان. عندما نتكلم مع حقوق الإنسان كان يعتبر شيئا جديد. كثير من الناس كانوا غير أن يروا راهبا كاثوليكيا مثلي يتكلمون عن حرية الدين. الجميع اعتقدوا أن هذا الشيء غربي وليس له علاقة بالدين. أتي لكم اليوم من منطقة هذا الحوار عن الحرية الدينية ليس له معنى. هناك الكثير من الحاجات والبكاء للأمان والسلام لكل شخص لكل مواطن. آتي لكم من منطقة حيث نجد أن صناعة السلاح هي القائدة والتطرف هو السائد في هذه المنطقة. نحن رأينا التغيير الاجتماعي والتدمير الاجتماعي الذي حصل في فترة الربيع العربي في غياب الديمقراطية، في غياب العدل الاجتماعي، في غياب حقوق الإنسان، بغياب حرية الدين. رأينا أن الناس يذهبون إلى الشوارع ويهتفون ضد الدكتاتورية. والتغيير ما رأيته وما ستروه في العراق، في سوريا واليمن وفي ليبيا وغيرها من المناطق. أتي لكم ومعي تمثيلا أردنيا بكيف يكون التعايش المسيحي الإسلامي. عندما فيه تعلم الأردنيين والمسيحيين الدرس بشكل قوي ويعرفون أن مجتمعهم القوي وعالي لن يستمر إلا إذا استمروا بالتواصل الحضاري. التواصل الحضاري لا يعني أن المسلمين في دولتي يكتبون على بوابات المملكة الأردنية الهاشمية إنها للمسلمين فقط. هذه ليست الحالة الأردنية، هذه ليست الحالة في مدينة عمان والتي اسمها مدينة الحب الأخوي. عمان كما تعرفون هي فيلادلفيا الأصلية، مش الموجودة في ولاية بنسلفانيا. كان حاولوا فعل هذا، يعني يسموها مدينة حب أخوي لكن ما مش الحال. تكلم عن هذا الحوار الأمري، الحوار والتداخل التعايش الديني. طبعا حاليا نواجه تحديات. أولا العقلية، عقلية الأقليات، هذا أهم شيء والأكثر خطرا. لترى أن الأقليات يعيشون في مناطق معزولة. أنا أتيت من بلد المسيحيين فقط كرقم أقل من 4%، ولكن أنا لست أقلية. أنا من أنا أجدادي هم من بنوا مدينة البتراء، قمت من أسلافهم، هم أسلافي، ولنا حق تاريخي وحق ديني مسيحي وحق قومي.
والمسيحيون يرفضون أن يعيشوا لوحدهم أو يعيشون معزولين. المشكلة الثانية هو أسلوب وتصرف المتعالي للأكثرية. هذا يعد خطرا كبير إذا الأكثرية ستحاول يحاولون عزل أي شخص آخر مختلف عنهم. نتكلم عن أي مجموعة أخرى تعمل على احترام الآخرين واحترام المجموعات الحريات الأخرى. يجب علينا أن لا ننسى بناء هوية للأشخاص أو للمجتمعات أو بشكل وطني، والذي هو يهيئ وجود اللغة ووجود الثقافة ووجود تبادل المصالح بين الجميع. كل هذا قد يسقط وقد لا ينجح إذا هذه الأمور لم تنجح، وهي الأغلبية تفكر بنفسها بقوة وأنها قد تكون عرضة، الأقلية تكون عرضة عرضة لدمار الأكثرية. في الأردن دائما أؤمن هناك فكرة عندي أنه كأردني لا أحد يحميني إلا أنا أحمي نفسي، والشيخ المفتي هو جاري، هو الذي يحميني، هو دعية أن عنده وصية من دينه الإسلامي أن يحميني، وأكثر أن يحترمني أيضا في قضيتي، حتى أنه يدللني، يعني بده دلال منك يا سيد الشيخ. أعطيك العافية. وتعلمت أنا بديني من ربي يسوع المسيح بكنيستي، تعلمت أن أحب جاري، ولكن في حالتي الجاري هو هذا المسلم الحبيب. مشكلة أخرى نعانيها في منطقتنا هو الضعف، ما أسميه الليبرالية المسيحية الإسلامية الدينية، والفلاسفة. هم لا يستطيعون إيجاد دورا فعالا لهم هناك للأسف، الذي قد يساعد على بناء هوية. نحن نؤمن أن هويتنا في المنطقة وفي مناطق أخرى بالعالم يجب أن تساعد من خلال أن تبنى على الاحترام، على التعددية. وما نرى أيضا مشكلة أخرى في هذا المجال، هذا هي الشريحة الصغيرة من العدل الاجتماعي الموجود هناك. عندما أمثل الأردن لكم كمثال حيوي وفعلي لتطبيق التعايش الديني، أنا أذكر أنه الوقت لتعميم الخطوات التي أخذناها بالأردن. أنا حصلت على الشرف أن أؤسس أول جمعية غير حكومية مبنية على التعايش الديني والحوار الديني. بنيتها مع صديقي المفتي
السابق والقاضي السابق والمستشار الإسلامي السابق عز الدين التميمي اللي كان مسؤول عن إعداد عمل عظيم ليعمل وثيقة تسمى برسالة عمان والتي كان مفتينا الأعظم كان لنا الشرف أنه وضحها لنا. إذن بشهر 2004 بشهر 11 أطلقت، كنت أول من يأخذ هذه الوثيقة ويقدمها خارج الأردن ويعطيها للعالم ويوضحها للعالم. وأنا بنفسي وزعت 80,000 وثيقة منها لكل قادة العالم ومؤتمرات العالم. أول وثيقة أخذتها أعطيتها للرئيس السابق في الأمم المتحدة للولايات المتحدة. قلت له هذه هي وصفة لأي مرض قد يدخل بمشكلة بين مسلمين وغير مسلمين، بين مسلمين ومسيحيين في هذه الحالة. هذه هي الوصفة لحل كل التطرف وكل الكره وكل الإرهاب. بهذه الوثيقة سيداتي وسادتي نستطيع أن نقوي الناس الذين يحبون السلام والذين يريدون حوار السلام بالذات المسلمين والمسيحيين. في عام 2007 بالأردن أطلقنا الوثيقة الثانية. ما هو متعارف عليه بيني وبينك أو ما هو متفق عليه بيني وبينك بين المسلمين والمسيحيين؟ هذا أتى بعد التغييرات التي حصلت في مدينتنا، في الدول المحيطة لنا، بعد الخطاب الذي حصلنا عليه من البابا ب 2008 والتي كان يحوي على نفس المبادرات الموجودة برسالة عمان التي أعطيت من مدينتي من ملكي من دولتي والتي كل أسبوع من شهر 2 كل سنة نحتفل بالأسبوع السنوي للتعايش الديني. عندما نتكلم بالأردن يا سيداتي وسادتي نتكلم عن التعايش الديني الموجود بهذا الوقت بهذا الزمان. عندما نرى كراهية، نرى إرهابا ونرى قتلا وذبحا، نرى الأردن هو من يبعث الأمل، من يعطي الأمل. الكل يحتاج الأردن، أنا أحتاج الأردن، أنا كأردني أحتاج الأردن، إخوان المسلمين يحتاجون الأردن، الأردن يحتاج الأردنيين. لكن صدقوني كأعضاء بالعائلة العالمية نحن منها، نحن نحتاج الأردن ولخبرة الأردن. شكرا وبارككم الله جميعا. لدينا دقائق قليلة للأسئلة، للسؤال أو سؤالين. إذا تريد أن تسأل لو سمحت قفوا وانتظروا الميكروفون حتى يصل لكم الميكروفون، ولمن تسألون السؤال الوقت لكم للأسئلة الآن. هل ممكن أن تقف لو سمحت وأعطينا اسمك؟ برايان لوكس من أستراليا. أتكلم مع الأب حداد. هل استطعت أن تأخذ التجربة الأردنية؟
لمناطق الضائعة في العالم والتي تحتاج إلى هذه الخبرة العظيمة. ريدي، جاهز. نعم سيدي، استطعنا استخدمنا الأرثوذكس والكاثوليكية، وكونك سألت عن إعطاء التجربة الأردنية للمسيحيين، نعم استخدمنا عدة أيضا كنائس أخرى لإعطاء هذه الرسالة للمسيحيين الآخرين. خليني أشاركك فكرة تحت رعاية الملك عبد الله الثاني، كان هناك مؤتمر وأذكر كان هناك نائب كان هناك تجمع مسيحي حيث اجتمع بكل المسيحي رؤساء الكنائس المسيحية ب 2013. شكرا لجلالته لاجتماعي مع كل القادة المسيحيين الموجودين بالأردن. وكان فكرة المؤتمر التحديات التي تواجه العرب المسيحيين في ذلك المؤتمر. نحن بعثنا رسالة ودعوة وصيحات لكل المسيحيين للعمل مع بعضهم البعض لمساعدة نفسهم ومساعدة العالم، إذ يحتاج العالم أن يراهم متحدين بعملهم مع بعضهم البعض، بالذات برؤية منطقتنا بالشرق الأوسط. وهذه المنطقة التي سبقت بأعمال أخرى من مؤسسات أخرى. التجربة الأردنية تجربة مهمة جدا لتتبنى، وعندما ننشر هذه التجربة لا نعني الضغط أو التلاعب مع الحوار العالمي الديني، لكن نحن نريد خدمة السلام والفهم للعالم. كرجل كنيسة، ككاثوليكي، كأردني، كرئيس لمعهد أو لمؤسسة مهتمة وفي العمل الديني العالمي، نحن نرحب لكل من هو جاهز من جهتكم للعمل مع بعضنا البعض، ونحن نرحب بكم كلكم لزيارة الأردن لتروا هذه التجربة بأعينكم. لا أعتقد أننا نستطيع أن نحصل على رسالة أفضل أو نعطي رسالة أفضل عن التجربة الأردنية أفضل من أن نسافر مع بعض المفتي القوات المسلحة وأنا لنقول أن هذه التجربة مطلوبة. نحن بنهاية وقتنا الآن، أنا أشعر أني أريد أن أعطي سؤالا آخر. انتظر المايك لو سمحت. شكرا. برفنشر من كندا، السؤال إليك حضرة المفتي. أنت قلت أنك شعرت أن المنطقة تستخدم الدين كقناعة لتغطية أمور أخرى، لكني أتساءل هل هناك أي شيء ممكن للتجمعات الدينية فعله؟ الدين، استخدام الدين يجب أن يكون بحذر شديد، لأن استخدام الدين، إذا سيء استخدام الدين فإننا نستطيع أن نقتل البشرية من خلال الدين. الدين هو جاء من الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نفهم هذا الدين أنه جاء لسعادة الإنسان.
فإذا أسأنا فهم الدين معنى ذلك أننا قتلنا الإنسان وقتلنا الدين. كثير من الناس ممن أساءوا للبشرية بإساءة فهمهم للدين. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه هذا الدين ليكون سعيدا في هذه الحياة. الحياة بطبيعتها قصيرة، فلا يجوز أن نقتل أنفسنا بإساءة فهمنا للدين. كثير من الناس على وجه المعمورة يستغلون الدين لمصالحهم الشخصية، ويضعون على أنفسهم قشرة رقيقة كقشرة البيض أو قشرة البطاطا على سبيل المثال، ثم يظن كثير من الناس أنهم أهل دين، لكنهم في الحقيقة لهم منافع ومصالح شخصية. وخاصة أن سلاحين من خلال الدين نقتل أنفسنا فيه: الجهل أولا، الجهل قضية قاتلة، لأنه كثير من الناس لا يرجعون إلى العلماء الفقهاء الذين فهموا الدين من حقيقته. ونحن المسلمين، إذا كنت تقصدين الإسلام، نحن المسلمين في عندنا مشكلة: من لا يفهم الدين هو بحقيقة نفسه يقتل نفسه ويقتل الآخرين، وإذا فهم نصف الدين فهو كذلك يقتل الناس. ونحن في ديننا ابتعد الناس عن العلماء الفقهاء الذين يفهمون الدين ويعلمون الشباب أنه التطرف والغلو ناتج عن الجهل، خاصة في الشرق الأوسط. وكثير من الجهات الأخرى قد تستغل الجهل بالدين لضرب الناس من خلال الدين. وكما أعلم وأختصر الحديث، أن هناك تجارة للأسلحة يقتل الناس بعضهم ببعض من خلال الدين، بتجارة السلاح والمخدرات وتجارة البترول والنفط خاصة في مناطق الشرق الأوسط. وهناك مشاريع كبرى متقاطعة، مشاريع كبرى متقاطعة في منطقة الشرق الأوسط للحصول على المصالح الشخصية، تمثلها دول إقليمية سواء كانت في المنطقة أو خارج المنطقة. والدين هو الضحية في هذه القضية، الدين هو الضحية في هذه القضية، والشباب كذلك ضحية في هذه القضية. أتمنى أن تكون هناك جهود دولية كبيرة من الأصدقاء الشرفاء والعلماء ورموز العالم ليعلموا الناس علما حقيقيا لفهم الدين، حتى تكون مثل هذه الجلسة حوارية، جلسة حوارية. أنا فخور جدا عندما يكون معي الأب فاذر حداد، عندما يكون معي هنا أتفاهم معه وأتواصل معه، له أتباع ولي أتباع، وأستطيع أن أجعل من هؤلاء الأتباع أن يجلسوا للحوار وأن يجلسوا لصنع السلام. وأنا أستغرب كيف أنه يعني كيف هذه البشرية تحطم نفسها بنفسها وتهدم بيتها بنفسها، نصنع البيت حتى نسكن فيه. من العبثية أن نهدم هذا البيت فوق رؤوسنا. النتيجة أن هناك جنة تنتظر الناس وهناك نار تنتظر الناس. الذين صنعوا السلام سيذهبون إلى الجنة، والذين يصنعون الحروب سيذهبون إلى جحيم الحروب، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. أعتقد أنه هذا جواب مختصر. So much. I hope Father Haddad will forgive me. Oh, he switched to English in the English. That's yeah, cool. نحن ممتنين إذن للأسئلة التي أتت، وممتنين إذن للإجابات العظيمة التي حصلنا عليها. Nobody listening to me.